دير الزور 5/8/2012 أثر القصف العشوائي على دير الزور 5/8/2012 أثر القصف العشوائي على مدينة الجبيلة. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا بشار، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. أثر الدمار على مدينة دير الزور. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. حسبي الله ونعم الوكيل. خمسة ثمانية 2012 آثار القصف العشوائي على حي الجبيلة دير الزور. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. من الساعة 4 الصبح ويقصف. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. دير الزور 5/8 2012